بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المحاضرة: التحويلات بين الأنظمة الرقمية. في المحاضرة اللي فاتت عرفنا يعني ايه نظام رقمي. هو مكون من عدة إشارات، فقلنا النظام الثنائي مكون من إشارتين اللي هي 0 و 1، النظام الثماني مكون من 8 إشارات من 0 لغاية 7. نعدهم مع بعض: 0 1 2 3 4 5 6 كام؟ 7. يبقى عدد إشارات 8. النظام العشري عدد إشاراته 10 ويبدأ من 0 لغاية 9. النظام السادس عشر عدد إشاراته زي ما قلنا 16 إشارة ويبدأ من 0 لغاية 15. النهاردة عايزين نشوف إزاي نحول ما بين الأنظمة الرقمية. طيب، أول حاجة عايزين نحول من الأنظمة الغير العشرية إلى النظام العشري. إيه الأنظمة الغير العشرية؟ يا إما نظام ثنائي يا إما نظام. طيب، هو بيقول لي حول الرقم 1101 علامة عشرية 01، ده النظام ده ثنائي، أو العدد ده النظام مكتوب بالنظام الثنائي. هو النظام الثنائي ده اللي بيتكتب جوه الكمبيوتر، يعني هو 1101 علامة 01. ده لو عايز أحوله لنظام عشري يديني إيه؟ يعني الرقم بقى لو أنا بكتب 13 وربع، هو بيكتبه لي الكمبيوتر قبل ما يكتبه لك 13 وربع، هو بيترجمه عنده لوحدين 010 علامة عشرية 01. طب ازاي احوله بقى؟ قال لي ببساطة جدا، هتحول تمسك الرقم، في عندك جزئين، جزء صحيح وجزء ايه كسر. نمسك الجزء الصحيح لوحده. الجزء الصحيح مكون من 1101، يبقى في عندي نمسكه من اليمين، الواحد الاولانية احاد والزيرو عشرات، والواحد التانية مئات، والواحد الاخيرة الف. طيب هنمسك الواحد الاولاني نضربها، الاساس بتاع النظام بتاعك هو كام؟ 2، يبقى 2 اس 0 زي ما قلنا المره اللي فاتت. وبعدين الرقم التاني 0 هضربه في الاساس بتاعه مضروب مرفوع للاس، يبقى 2 اس 1. الرقم التالت 1 في 2 اس 2 زائد 1 في 2 اس كام؟ 3. يبقى انا فنطت الارقام بتاعتي على حسب الاس، يبقى يا اما 2 اس 0 يا اما 2 اس 1 يا اما 2 اس 2 يا اما 2 اس 3. ده الجزء الايه الصحيح. نيجي للجزء العشري. هو عندك رقمين 0 و 1، خدهم من الشمال مش تاخدهم من اليمين. احنا بناخد في الارقام الصحيحه من اليمين الاول، لا، في الارقام العشريه بناخدها من الشمال. الزيرو الاولانيه الاساس بتاع النظام 2 اس ماينس 1، وبعدين الرقم الثاني 2 1، هيبقى 1 في الاساس بتاعه 2 اس ماينس 2. تعالى نعمل العمليات الحسابيه. 1 في 2 اس 0، ال 2 اس 0 ب 1، يبقى 1 في 1. 0 في 2 اس 1 يعني 0 في 2، وبعدين 1 في 2 اس 2 يعني 4، 1 في 2 اس 3 ب 8، 1 في 2 اس ماينس 1 بنص، 1 في 2 اس ماينس 2 بكام؟ بربع. اعملها على الآلة الحاسبة، هيبقى 1 زائد 0 زائد 4 زائد 8. يبقى الجزء الصحيح لو انا جمعته 1 و4 و8 13، والجزء العشري كام؟ 25 من 100، يعني جمعت نص زائد ربع هيطلع 25 من 100، يبقى الرقم كام؟ 13 وربع. 13 وكام وربع؟ هي 75 من 100، معلش غيروها عندكم، هي 75 من 100 مش وربع. خلاص، ننقل لمسألة بعد كده. حول الرقم 125.4 من النظام الثماني إلى النظام العشري. يعني هو مديني رقم ثماني مكون من 3 أرقام، 1 2 5، ده الصحيح، والعشر بتاعه 4. طب احنا قلنا هنفصل العشر لوحده والصحيح لوحده. نمسك العشر اللي الصحيح. الصحيح عبارة عن 125، احنا قلنا نبدأ من ايه؟ من اليمين، يبقى الخمسة هضربها في الاساس بتاع النظام 8 أس 0 زائد الاتنين رقم اللي بعده هضربه في الاساس بتاعه اللي هو اساس النظام 8 اس كام؟ 1. الرقم اللي بعده 1 اللي هو بقيه الرقم في 8 اس كام؟ 2. خلاص، زائد عندي رقم 1 8 اس الرقم اللي بعده العشري 4 في 8 اس سالب 1، اس سالب كام؟ 1. يبقى الرقم العشري دايما باخد ايه؟ الرقم الاولاني بالسالب 1. في الصحيح ببدأ بالأساس أس 0. طيب يبقى 5 في 8 أس 0، لكنها 5 في 1.
اتنين في تمانية أس واحد أكنها اتنين في تمانية، وواحد في تمانية تربيع أكنها واحد في 64، خلاص. وتمانية في تمن يعني نص، آسف، 4 في 8 يعني نص، خلاص. طيب لو جمعت الخمسة والستاشر والأربعة يبقى 5 و16 21 و64 85، والنص دوت يبقى كأنه 85 ونص. يبقى الرقم الثماني اللي هو 125.4 بالنظام الثماني لما يتكتب بالنظام العشري يتكتب كام؟ 85 ونص. 85 وكام ونص. التحويل بقى من النظام العشري إلى الأنظمة الأخرى. لتحويل أي عدد عشري إلى أي نظام آخر يجب تجزئته إلى جزئين، جزء صحيح وجزء كسري، وتحويل كل جزء بطريقة خاصة، ثم جمع ناتج التحويل للجزئين للحصول على العدد النهائي. لتحويل الجزء الصحيح للعدد العشري نقوم بتقسيم العدد العشري على أساس النظام، يعني ناخد نقسم الرقم على أساس الإيه؟ النظام، ونحتفظ بباقي القسم، ثم نأخذ ناتج القسم مرة أخرى ونقسمه مرة أخرى على أساس النظام، وهكذا نحتفظ حتى نحصل على ناتج قسمة يساوي كام؟ صفر. يكون ناتج التحويل في عمود باقي القسم بقراءته من أسفل لأعلى وكتابته من اليسار إلى اليمين. يبقى هكتب الإيه؟ من أسفل لأعلى وكتابته من اليسار إلى اليمين. طيب تحويل الجزء الكسري، إحنا كنا بنحول الجزء الصحيح بالاسم، يبقى الجزء الكسري عكسه بالضرب. يبقى هاخد بقى الجزء الكسري واضربه في ناتج واضربه في العدد العشري، ثم اخد الجزء الكسري فقط واضربه في ناتج الضرب، وهكذا. وتعالى نشوف مثال يوضح الفكره. هو عايز يحول 13 و125 من 1000 بالاساس العشري الى النظام الثنائي. هو عايز يحول نظام ايه؟ ثنائي. ناخد ال 13 الاول اللي هو رقم الجزء الصحيح، واقسمه على 2، هيبقى فيه كام؟ 6. خد بالك ال 13 على 2 هيبقى هي 6، ويتبقى من ال 13 على 2، اضرب ال 6 في 2 ب 12، يتبقى من 13 كام؟ 1. يبقى باقي القسمة كام؟ 1. يبقى فيه 6 على 3، باقي القسمة كام؟ 0. هقسم 3 على 2، 3 على 2 فيها الواحد، ويبقى القسمة كام؟ 1. طب 1 على 2 ما تنفعش، يبقى ايه؟ لان طالما اللي انا الواحد هقسم على رقم اكبر منه ما ينفعش القسمة، يبقى كأنه ايه؟ 1 على 2 بزيرو. تاني هنقول 13 على 2 بتساوي كام؟ هي 2، واتبقى من ال 13 واحد. ليه جبت الواحد ده منين؟ 2 في 6، اضرب 2 في 6 بكام؟ ب 12، وانا عايز بقسم كام؟ 13 على 2، بتبقى كام؟ 1. طب هاخد الستة واقسمها مرة كمان، يبقى 6 على 2 فيها كام؟ فهي التلاتة، وهيتبقى حاجة؟ لا ما يتبقاش، لأن الستة على الاتنين بتدي بتقبل القسمة. طيب هاخد التلاتة اللي ناتجة وأقسمها على اتنين، يبقى كام يا جماعة؟ يبقى 1. يتبقى حاجة؟ اه، لأن 1 في 2 ب 2، من 3 يتبقى 1. طب آخر حاجة 1 على 2 بكام؟ ما ينفعش أقسم 1 على 2، لأن طالما اللي أنا هقسم اللي فوق أقل من اللي تحت ما ينفعش الإيه؟ القسمة. يبقى إيه؟ زيرو ناتج القسمة، والباقي كام؟ 1 زي ما هو. يبقى لما اجي اقرا الرقم اقراه من ايه؟ من اسفل لاعلى، يبقى 1 1 0 1، واكتبه كده من اليسار 1 1 0 1. طيب ده الجزء الايه؟ الصحيح. نيجي للجزء العشري اللي هو 125 من 1000. همسك ال 125 من 1000 واضربه في 2، هيطلع بكام؟ ب 25. ال 25 دي طبعا ايه؟ زيرو، اقل من 1 ما ينفع، خلاص. ال 25 في 2 بكام؟ ب 50، برضو كام؟ زيرو، لانها اقل من 1. اضرب ال 5 من 10 في 2 بكام؟ ب 1، يبقى احط كام؟ 1. يبقى اكني لما امسك الرقم العشر اضربه في اساس النظام، لو طلع اقل من 1 بحط 0، لو طلع 1 بحطه زي ما هو ايه؟ 1، واخد الباقي. فهمتوا؟ يبقى ايه؟ 2 في 125 ب 25 من 100. لا ده اقل من 1 يبقى 0. 2 همسك ال 25 واضربها في 2 تاني، يبقى ب 50، يبقى 0. ال 50 اضربها في 2 بكام؟ ب 1، وما يتبقاش حاجه. يبقى الرقم بكتبه ازاي بقى يا جماعه؟
بكتبه 001 زي ما عندكم في الشكل كده، يبقى الرقم كله من الشمال 1101 علامة 001 بالأساس الايه الثماني. وبكده نكون خلصنا.